هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. فهذا السائل يقول: هل من يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيسبهم، ويطعن في الصحابة رضي الله عنهم ويسبهم، يكفر ولماذا؟ نعم، لأن من يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطعن في الله عز وجل، لأن الله هو الذي اختار هذه الزوجات لنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يختار الله لنبيه زوجات مطعون فيها؟ وكذلك يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكون زوجات الرسول أمهات المؤمنين فيهن كلام أو فيهن عيب أو نقص؟ ويطعن في إجماع الأمة التي أجمعت على فضل أمهات المؤمنين وأنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، هذا في القرآن، أمهات المؤمنين. هل أحد يطعن؟ أن ترضى أن أحد يطعن في أمك؟ ها؟ أمك من النسب ما ترضى أن أحد يطعن فيها، فكيف أمك في الدين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ترضى أن أحدا يطعن فيها؟ فأمك في الدين أعظم من أمك في النسب، هذا بلا شك. فما في شك أن من تعمد الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من تعمد هذا فهو كافر، وكذلك الصحابة، من تعمد الطعن فيهم فهو كافر، لأن الله جل وعلا يقول: ليغيظ بهم الكفار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.